السلام عليكم. اليوم غنهضر لكم على واحد المشروب اللي بزاف ديال الناس ما يمكنش يدوزوا النهار ديالهم بلا ما يشربوه. مشروب اللي كيمتاز بواحد الرائحه زكيه وكتفتح الخاطر. هذا المشروب اللي اي واحد كيبغي يدير فيها مثقف او من عشاق القرايه كيحطو حداه وكيتصور وهو هز كتاب. ليديز اند جنتلمان، رحبوا معايا بمحبوبه الجماهير، القهوه. كيرجع تاريخ القهوه للقرن العاشر او ربما قبل في موطنها الاصلي اثيوبيا، وكتقول بعض الروايات ان واحد الراعي اثيوبي كان كيلاحظ واحد النشاط غير طبيعي في القطيع ديالو ملي كياكلو ثمره البن. هو يشد واحد الحبه وهو يديرها في الفم ديالو ومضغها مزيان، هو يجي نفس الاحساس ديال النشاط والبهجه، الشيء اللي غادي يخليه يديها لواحد الرهبان كيتواجد في واحد القريه قريبه ليه لكنه ما زعمش ياكلها، هو يرميها في النار. وهنا كتطلع الرائحه ديال القهوه اللي جاتهم في شكل ورائحه غريبه. من بعد غيشدوها وغيسحقوها مزيان وغيزيدوا عليها الماء الساخن، وكان هذا هو اول فنجان ديال القهوه في العالم. ومن بعد انتقلت من اثيوبيا الى اليمن عن طريق التجار، وشاع الاستخدام ديالها في اليمن واطلق عليها اسم القهوه اللي كانت السميه ديال واحد النوع ديال الخمور شحال هذه، وما انتشرت في باقي الدول العربيه والعالم حتى القرن الثالث عشر، بحيث كانوا كيسميوها في بلدان الغرب واوروبا نبيذ العرب. وكانت اول مقهى في العالم كتواجد في اسطنبول. كنتمنى تكونوا استفدتوا. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.